روشني هي كل حياتي وكل شيء حلو بالدنيا، وإذا أنا بدي أعيش فيها فكرمال شوف روشني بس ترجع لي. أنا بحبك روشني. أنا وروشني مبارح قررنا نكمل حياتنا مع بعضنا، بس ما رح خلي هالشي يصير ابنه. أنا تأكدت إنه سيد هارت ببانكوك. لإمتى بدي ضل عم بهرب من الحقيقة؟ أنا لازم أحط حد لكل شي. أبداً ما رح يستسلم يا سمران، أكيد رح يرجع على روشني على بيتها. مستعدة أعمل أي شي كرمالك يا روشني لتكوني مبسوطة. الجزء الثاني من الصهر من الأحد إلى الخميس 9 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.